يا اخي في المانيا كل شيء تمطر، كل شوي مطر، فما يمديك تطلع برا ولا يمديك تتمشى ولا يمديك تغير جو. حلك الوحيد انك تجلس في الفندق وتلعب. ففي الحاله هذه وش سويت؟ رحت اقرب محل الكترونيات وشريت الاشياء هذه. طيب اولا شريت ماوس، لاني يعني ما شاء الله علي سافرت بدون ماوس، ما جبت معي اي شيء. شريت ماوس باد، شريت سلك HDMI. ليش؟ لاني حطيت اللابتوب هنا وراح اشبك عليه فورتنايت، بحاول اني العب على الشاشه هذه. السلام عليكم. او بحاول العب على اللابتوب، فخلونا نضبط السيت اب. مشكله فورتنايت في كل زمان ومكان. طيب خلونا نسوي انبوكسنج للماوس، حسيت اني قاعد اسجل مقطع امازون يعني. وصراحه يعني ما ادري الماوس كويس مو كويس، ما ادري صراحه. اخذت ماوس وايرلس عشان اذا مثلا بغيت انسدح السرير واستخدم الشاشه في نفس الوقت. هذا الماوس زي ما انتم شايفين ماوس جيد لا باس. هذا ماوس باد صراحة اسفنجة مو ماوس باد. كي دخلنا فورتنايت يا شباب بالماوس الجديد. زبد المستوى سيء والقعدة خايسة والكيبورد مرة سيء، ومو سيء يعني ما تعودت على كيبورد لابتوب. اوكي كذا احسن، كذا احسن. قللت من الجودة عشان اللابتوب يقدر يشغل لي اللعبة كويس. هو كويس اللابتوب بس ما علينا، مو موضوعنا اللابتوب، موضوعنا اني قاعد العب فورتنايت بماوس وايرلس وكيبورد. شوف حتى يبدل السلاح اذا هزيت الماوس. لك شوف بدل. ونشوف الزون هذه ولتها. راح تسمعون اصوات الرصاص وذا من سماعات اللابتوب، فتحملوا لان المايك هنا على الكاميرا. يا عيال مستوعبين بنقي 29 30 يقلع ام الفل. طبعا بنقي في السعوديه يزيد 100 على الرقم هذا ويطلع البنق حقي. هلا والله. السلام عليكم. هات 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 هات. اوه ليتس جو، وذبح لنا عيال بالبنق الجامد. طبعا ما سمعته والله، شفته في الاخير يعني، سمعت شيء في الاخير، لكن كيف تاكدت ان في واحد يوم شفته؟ ايش قاعد ما ادري ايش قاعد اقول. الزبده ولا عند 10 مني. كيف الزبنه؟ زبنه المحترفين. اذا احد شفته يسوي المثلث هذا فاعرف انه محترف. وين كيف اسوي ايديت؟ الو اي كوي. لا يا عيال لا، شوف الزون الثاني وين يا اخي. الله ياخذ ام الزون، توني انتبه. قسم بالله حركات ورعان اللي يخربون علي الجيم. صح اني ما ذبحت الا واحد بس يا اخي اول جيم لي باللابتوب. لا يدمج كم؟ يدمج واحد. اوكي يدمج واحد، لكن اذا وصل بيدمج اثنين صح؟ يدمج. لا تكفى تكفى. يا رب ما في احد. شباب بدون استقبال وترحيب. والله في واحد هناك. ما في احد، ما في. لا طالع هنا كانك طالع. عنده ذيك الحركات الباونس. انا اللي يقلع الماوس المتخلف. قسم بالله ماوس اهبل. يا عيال باقي اثنين بس. يا عيال باقي اثنين. خلينا نشوف الزون الجاي وين. تكفى عندي. ليتس جو. الزون الجاي عندي يا عيال. اوكي هنا واحد. اوكي هذاك وهناك. اشوف الثاني يطلق من هنا. هذا يعتبر الزون؟ شافني صح؟ ما فتح باب، انا قفلت البيبان عشان نسمع اذا فتح بيبان. اوكي قريب مني قريب مني. سنيكي بيكي يا عيال، ترى ماني نوب بس عشاني ماني متعود على البدا. حس صعب اني العب باللابتوب، الكيبورد حقه معفن. راح درعم عليه. كفو، وش السالفه؟ من وين؟ بحدد اماكنهم على الاقل. هو قاعد يضربون صح؟ ليتس جو، شدوا حيلكم يا عيون. وين الرقم واحد؟ ضيعت. بحاول اني استغل الوضع. واحد طاح. اوه ماي جاد. هو الثاني هناك. اوكي دمجته صح؟ طبعا ما عندي سنايبر ولا شيء ولا اي سلاح حق مدى بعيد. ف دقيقة بحاول اني اجي هنا. لا تطلق لا تطلق لا تطلق يا ورع. والله شفت راسه. طبعا بيكون مع سنايبر، انا هنا اتفرج. والله جبتها فيه يا حرام. اوه الزون عندي او يساري هنا، فبحاول اني ما اخليه يعدي. وين طالع؟ لا لا يا الورع يا الورع يا الورع. نايس يا عيال الكيبورد خايس. أربع طلقات. أوكي نشوفكم على خير إن شاء الله. لا 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 خليت أمه خلاص. لا 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 يا الورع يا الورع. وين رقم أربعة؟ يا الورع حركات ورعان ذي ار بي جي. العم لعب البزران. أنا يمديني هيا. انشبت الزبدة. دقيقة والله قاعد العب لابتوب، ترى ما حد يلعب. والله شوف يعني مع الزبنات وكذا المفروض نفوز يا شباب. يا اخي شو اسمه الار بي جي واللابتوب خرا، ما يمدي نتحرك زي الناس. لا يأس مع المحاولة، محاولة أخرى. أنا ضغطت رقم اثنين ليش؟
خلاص جو. ما ادري ليش ضغطت رقم 2 قبل شوي، جبت العيد غيرت السلاح حقي بالغلط. الله ياخذ العدو. اوه يا الندفة يا الندفة، خل اخوياك ينفعونك. ها يا ليل جاني واحد عضلات هنا. استاهل سوي لي عضلات. انحبست. احسن جاء اخوي الثاني بعد. لحظة ما لا ضغطت الدرع، ما ابغى الدرع. دقيقة يا اخوي، الماوس حقي ابو كلب. دقيقة يا عمي، كم انتو شباب؟ وين اخوياي وينهم؟ اخوياي ما تقدر امشي. ايش تبون؟ جايين كلهم يقلع ام المنوبة. وش كم ذولي؟ وبنقي اثنين، بنقي اثنين، ثلاثة اثنين. يقلع ام الفلة. اوه شوف الغنايم اللي هنا. هلا والله شباب، لا تتحرك. وات ما ينشاف لان النور مغطي. هذا اخوي اصلا ولا اخوياي؟ هلا والله لا تحرك. ايش في ذا يتحرك؟ ها ايش في يتحرك كذا؟ اوه يا الندفة، ليتس جو. في واحد هناك، اصبر ورا العشب اللي هناك. لا والله زابل انت يا طيب. لا توقف كذا يا غبي. ايش فيهم كذا يلقلقون؟ ايش السالفه؟ هلا والله بالنتفه الخايسه، بس انها يعني نتفه اهم شيء. اوه والله النتفه جامده بعد ذي. هلا والله في واحد هناك شباب، في واحد هناك، انتبهوا. ايش فيني ما اعرف اصك هيد شوت يا اخي؟ اكسر ذا الراس، في واحد وراه شباب. شو متى تتحركين؟ لا تتحركين، ما حد يطرق عليك، ما حد قاعد يطرق. ليه ملقلقة؟ أنا خلاص. والله العظيم من أول أطلق عليه الكريت وقلت تحرك كل شوي. لا تحركين يا شباب، كلكم ما قدرتوا تقتلوني، ايش السالفه؟ نعم ايش في جاي عندي؟ عبيط تبي؟ طيب انت، في واحد جاي. ليتس جو، في واحد هناك ورا. انتبهوا يا عيال. يا طيب انت فوق الحجر، في واحد تحت. سلاماتي. ايش فيهم كذا جنب بعض عادي ما عندهم مشكله؟ شباب تراكم اعداء، المفروض تضربون. افتح الباب، المفروض تضربون بعض. اوه والله جتني، خرشني ذا. هلا والله بالنتفة الجامدة. والله يا اني احول. اي يا رب تجي فيه. شتقى الخايس، شكرا على الفزع الخايس انت بعد. اما هم باقي تسعة، وين التسعة ذولي؟ كلهم فوق الجبل اللي هناك. اوه في واحد هنا فنش خوينا بعد، قوي عين. هي مات يا طيب انت، ما تبطيه. هاي تعال، تجي صح؟ تجي. ها خذوا ذي بورتفورت، مو بورتفورت، الرفت. يمدين. ليتس جو. شكلي بتكي عندهم فوق. في احد هنا اصلا؟ باقي اربعه، وينهم الاربعه ذول؟ يا عيال هناك، كفو عليكم. خلاص بس.
بس يا متخلف. شباب ما قدرت عليه. شباب ما يصير. شباب عليه. شباب عليه. شباب شباب. امسكوا امسكوا كم فاير كم فاير. يلا بالتوفيق. ها ها الزبنة الخايسة. غبي. طيب باقي اخويك وينه؟ والله زبنته خايس الزبدة. فزنا 5 ذبحات اعتبرها شيء كويس. شباب ميوت دقيقة عشان يجي ميوت عشان يجي نسولف فيه. 5 ذبحات يعني اعتبرها شيء لا بأس فيه. كان جيم ممتع صراحة. البنج اذا هن اوه بنجي صفر. بنجي صفر يا عيال. صار 2-3 بنج صفر. يعني صراحة ما ادري ايش اقول. باذن الله انهم يفتحون سيرفرات عندنا وتتحسن الاتصالات حقتنا وبس. هذا اللي كان عندي اليوم. اتمنى الفيديو عجبكم. حط لايك اذا عجبك المقطع. ديسلايك اذا ما عجبك. اشترك فعل جرس التنبيهات. السلام عليكم.